أهلا بحضراتكم، وعدتكم ردا على بعض التعليقات أني هعمل تحليل عسكري للموقف في غزة. الحلقة دي هترد على أسئلة عديدة بخصوص هذه الحرب، وأظن أنها هتبقى حلقة مختلفة وهتنور مناطق غير منظورة ولا مدققة في الحرب دي. بس خلونا أولا نتفق على قاعدة مهمة علشان يبقى الكلام على نور من البداية. الحلقة دي تحليل موضوعي لصراع مسلح، الأصل فيه لا هو العاطفة ولا الرأي الشخصي ولا أي شيء آخر غير الموضوع. لو بحلل صراع مسلح في أي مكان آخر في العالم برضو هيبقى الكلام موضوعي. مشاعرك ورأيك تقدر تبنيهم براحتك، أنت حر، وتعبر عنهم برضو براحتك، أنت حر، ولكن الحلقة دي معرفية موضوعية خالصة. وللموضوعية وعلشان ندخل في الحلقة مباشرة، أنا مش هستخدم مصطلحات أي طرف من طرفي الصراع، لأنها في مضمونها تعبر عن موقفه السياسي مش عن الطبيعة الموضوعية للحدث العسكري. لا هستخدم مصطلح طوفان الأقصى كما تسميه حماس، ولا هستخدم مصطلح هجوم إرهابي كما تسميه إسرائيل. أنا هلتزم باسم هجوم 7 أكتوبر، وهجوم 7 أكتوبر كان هجوم غير مسبوق من حيث الحجم ومن حيث تعقيد التخطيط والتنفيذ، وتظهر فيه خواص عمليات القوات الخاصة اللي بتستخدم وحدات صغيرة الحجم ذات تدريب عالي وكفاءة جيدة وتكتيكات فائقة لتحقيق نتائج عسكرية أكبر حجماً بكتير من القوى المستخدمة. في يوم 7 أكتوبر دخل أكثر من 1000 مقاتل من عناصر حركة المقاومة الإسلامية حماس وبعض الفصائل الفلسطينية داخل الحدود الإسرائيلية، واخترقوا الجدار الذي يفصل غزة عن بقية الأراضي المحتلة من حوالي 30 نقطة دخول مختلفة. ده في حد ذاته خبر كبير لعدة أسباب. الجدار اللي بيمتد مسافة حوالي 50 كيلومتر وتكلف أكتر من 1 مليار دولار، ثم تكلف ملايين أخرى عندما تم تطويره في 2021، صمم في الأساس لمنع أي اختراق من جانب عناصر المقاومة الفلسطينية، ومجهز بتشكيلة منوعة من تقنيات المراقبة والدفاع. ومن ضمن التقنيات دي كاميرات ورادارات وغيرها من المجسات، وكميات هائلة من الأسلاك الشائكة القاطعة، وحاجز خرساني كمان تحت الأرض علشان ما يتعملش تحته أنفاق. السور نفسه ارتفاعه حوالي 7 أمتار، وعليه أبراج مراقبة فيها منصات مزودة بمدافع رشاشة آلية التوجيه وآلية الإطلاق. في بعض المناطق هتلاقي برج كل 150 متر. ولتجاوز هذه الدفاعات استخدمت حماس تشكيلة من التكتيكات المبتكرة، من ضمنها طائرات بدون طيار من النوع اللي بيتباع في المتاجر عادي، محملة بالمتفجرات، وجهوها على الأبراج وعطلوا بيها المجسات الإسرائيلية والكاميرات وأنظمة الاتصال والأسلحة. تقدر تقول إنه عام 2023 كان عام الاستخدام المبتكر للطائرات بدون طيار التجارية، لأنها استخدمت لنفس الأغراض بكثافة وبنفس الشكل في الحرب الروسية الأوكرانية. ثم نسفت عناصر حماس أجزاء من الجدار بالمتفجرات، واستخدمت البلدوزرات في توسيع الثغرات اللي فتحتها التفجيرات للسماح للمركبات بالعبور. في نفس الوقت طار عدد من مقاتلي حماس بمظلات مروحية فوق الجدار إلى داخل الأراضي المحتلة. ورغم بطء هذه المظلات ورغم صوتها العالي جدا، برضو كانت فعالة، لأنها في الحقيقة ما كانتش محتاجة تقطع مسافات كبيرة. شفنا فيديوهات للهجوم بتظهر فيها بعض المظلات المروحية وهي بتعبر الجدار الحدودي تحت غطاء الوابل الصاروخي اللي افتتحت بيه حماس هجومها. هجوم 7 أكتوبر يمثل تطور واضح في قدرات فصائل المقاومة الفلسطينية العسكرية وفي تكتيكاتها، لأنك لما تبص على مرحلة التسعينيات والألفينات هتلاقي إن هجمات المقاومة كلها عبارة عن تفجيرات انتحارية ضد أهداف مدنية زي الجامعات والحافلات والمطاعم الإسرائيلية. بس الموقف اتغير بعد سيطرة حماس على السلطة في قطاع غزة. وتيرة الهجمات الانتحارية تراجعت بشكل واضح بعد سيطرة الجماعة على السلطة في قطاع غزة، لأسباب على رأسها الإجراءات الأمنية اللي وظفتها إسرائيل على الحدود واللي صعبت جدا تنفيذ الهجمات. وفي المقابل
حماس زودت هجماتها الصاروخية وتوسعت في امتلاك الطائرات بدون طيار. ولأن حماس ليست جيش نظامي ولا تمتلك قدرات تسليح بتاعت جيش نظامي، فتقييم عملها ضد إسرائيل ما ينفعش يتصنف كعمل عسكري، وإنما يصنف كهجوم لجماعة شبه عسكرية ويقارن بهجمات الجماعات شبه العسكرية. ومن هذه الزاوية وبهذا المعيار هتبقى هجمات 7 أكتوبر هي ثالث أكبر عملية تشنها جماعة مسلحة منذ البدء في إحصاء وتسجيل هذا النوع من الهجمات سنة 1971. الأولى هي هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة، والتانية هي هجوم تكريت في العراق سنة 2014. هجوم 7 أكتوبر بالتأكيد هو الهجمة الأكبر في تاريخ إسرائيل من جماعة مقاومة مسلحة مش من جيش نظامي. الجيوش النظامية المصرية والسورية والأردنية عملت هجمات أكبر بالطبع، بس هجوم 7 أكتوبر كان الأكبر من جانب جماعة مقاومة مسلحة. التقديرات الأولية تشير إلى أن عدد القتلى على الجانب الإسرائيلي في هذا الصراع من يوم 7 أكتوبر وحتى اليوم أكثر بنسبة 25% من عدد القتلى الإسرائيليين خلال 5 سنين من الانتفاضة الثانية. البيان الرسمي الإسرائيلي بيقول أنه عدد القتلى في اليوم الأول 1270 قتيل، وده رقم معلن من جانب واحد، واللي تعلمناه قبل كده في الحلقات السابقة. في أي حرب في الدنيا، في أي حرب في التاريخ، مفيش حد بيعلن رقم صحيح. وارد جداً أنه طرف يكذب سلباً ويعلن أعداد أقل من الحقيقة علشان يحافظ على صورته ويحافظ على معنويات قواته وشعبه، وممكن يزود في الأرقام علشان يكسب تعاطف، وده على الأرجح اللي عملته إسرائيل. أنا تقديري أن الرقم ده مبالغ فيه جداً، وعندي أسباب لهذا التقدير. عموماً البيانات العسكرية الكاذبة جزء طبيعي جداً ومألوف ومفهوم من استراتيجية البروباغندا لأي قوة عسكرية. وحضرتك كمتلقي بتسمع الأرقام من هنا وتطلعها من هنا ولا كأنك سمعت حاجة من أي طرف على فكرة. وعلى أي حال الأرقام الحقيقية هنعرفها إن شاء الله كمان 50-60 سنة. إحنا متفقين من زمان في حلقات عديدة أن العمليات العسكرية لا تحسب نتائجها بعدد القتلى ولا بعدد المنشآت المدمرة، وأن الحرب عمل هدفه مش القتل والتدمير. الحرب هي عمل يتضمن القتل والتدمير، ولكن الحروب بتشن لتحقيق أهداف سياسية واستراتيجية قريبة وبعيدة، جميعها في النهاية تترجم إلى أهداف اقتصادية، لأننا أولاً وأخيراً مخلوقات تتقاتل على الموارد. يوم 7 أكتوبر حقق عدد من النتائج السياسية الفورية، من ضمنها مثلاً زرع الشكوك لدى الشعب الإسرائيلي بخصوص قوة وجاهزية الجيش وأجهزة الأمن الإسرائيلية. عملية بهذا الحجم وبهذا التخطيط وبهذا القدر من الخسائر ممكن جداً تترجم على أنها فشل للاستخبارات الإسرائيلية في الرصد والتعقب والمراقبة، وتترجم فوراً على أنها فشل للجيش الإسرائيلي في الاستجابة والتعامل، وده بالنسبة للجمهور هناك تأثيره أكبر بكتير جداً من العادي في أي دولة أخرى، لأنه إسرائيل دولة قائمة على الأمن في الأساس. هي جيش أنشأ لنفسه دولة، مش دولة أنشأت لنفسها جيش. والدولة نفسها قامت على أنها تبقى ملاذ آمن ليهود العالم من التنكيل، ولذلك أي اهتزاز لفكرة الأمن في إسرائيل معناه بالنسبة لهم مش بس إن الحكومة ملهاش لازمة والجيش ملوش لازمة والاستخبارات ملهاش لازمة، لا، ده الدولة كلها ملهاش لازمة. ولذلك أول ردود فعل صدرت عن إسرائيل حكوميا وشعبيا كانت بتستخدم عبارة الخطر الوجودي، معناها إنه إسرائيل حاسة إن وجودها كله مهدد، والكلام ده صحيح بشكل ما. احنا طبعا من ناحيتنا بصينا على العبارة دي على اساس انها يعني في يا جماعة جرى ايه، ما تنشافوا كده شوية، 1200 قتيل ايه لتهديد وجودي، بس هي بالنسبة لهم عبارة حقيقية، لانها اسرائيل في فلسفتها دولة امن اقامتها اجهزة امن لتحقيق الامن. في هنا سؤال خطير بس اي حد عنده عقل لازم يسأله، 1000 عنصر
وأكتر من 1000 عنصر بيستعدوا لعملية بالحجم ده. ده مشروع ياخد وقت طويل جدا ولازم يتضمن اتصالات كتير جدا. نقل السلاح وتحضيرات ما قبل العملية كلها برضو عملية كبيرة لوحدها، لازم تتضمن اتصالات عديدة وحركة مستحيل بأي شكل من الأشكال نتصور إنه إسرائيل لم ترصد منها أي شيء. الكلام ده مش تشكيك إطلاقاً في العمل الجيد اللي عملته فصائل المقاومة الفلسطينية في إخفاء تحركاتها واتصالاتها، ده معرفة بمستوى المراقبة الإلكترونية وقدرات الرصد والتجسس اللي عند إسرائيل ومش عند الفصائل. أقصد إنه الفصائل ما عندهاش تكنولوجيا تعطل التكنولوجيا الإسرائيلية. ممكن جداً نفرح ونقول الله عالم دايخة تايهين مش مركزين ضحكنا عليكم خدعناكم، بس ده من وجهة نظري سوء تقدير. حتى لو اللي بتقيس قدراته ده عدو ليك، انت واجب عليك انك تقرأ قدرات اعدائك بواقعية وتدقيق. الكلام المتداول حاليا في الاعلام الاسرائيلي ان استخباراتهم رصدت العملية وعرفت بشأنها من سنة تقريبا، وعلى فكرة من وجهة نظري انه الكلام ده منطقي جدا. طيب لو عرفت بالعملية قبلها بوقت كافي، ما تصرفتش ليه لمنعها أو للتصدي ليها بشكل أفضل؟ ما ده كمان سؤال منطقي، والإجابة المنطقية لهذا السؤال لا تخرج عن إجابتين. الإجابة الأولى هو إنه ممكن جداً تبقى أجهزة الأمن الإسرائيلية رصدت العملية ولكنها لم ترصدها بالكامل وأساءت تقدير حجمها، أو رصدتها على هيئة عمليات منفصلة مش على هيئة عمل كبير عالي التخطيط وكبير الحجم، زي مثلا إنها ترصد حركة وحدة صواريخ أو اتصال بين عنصرين مهمين أو أكتر وتفسروا إن في عملية قادمة، بس ما ترصدش تحركات واتصالات أخرى مرتبطة وبالتالي ما تقدرش تربط الخيوط ببعضها علشان تقدر حجم الهجوم اللي جاي عليها. ده التفسير الأول. التفسير الثاني هو إنه إسرائيل رصدت ما يكفي من المؤشرات لاستنتاج إنها هتتعرض لهجوم كبير ومعقد وقررت إنها تتلقاه زي ما هو، لأنها تدبر رد فعل يحقق لها أهداف سياسية واستراتيجية أكبر قيمة من خسارة 1270 قتيل. الكلام اللي أنا بقوله ده مستفز أنا عارف، بس أنا عايزه يبقى كلام مستفز للتفكير، مستفز للتحليل، مش مستفز للغضب أو لأي شكل من أشكال المشاعر. إحنا ما زلنا في تحليل موضوعي لحدث عسكري. عناصر حماس وفصائل المقاومة المعاونة ليها خلصت هجومها وعادت إلى قطاع غزة سالمة غانمة عدد من الرهائن اللي كلنا عارفين إنهم بيبقوا نقطة تفاوض قوية جداً أمام رد الفعل العسكري الإسرائيلي اللي برضو كلنا كنا عارفين إنه جاي وبقوة. وأنا بقول رهائن لأن ده المصطلح الموضوعي طبعا. كلمة أسير تطلق قانونا على عنصر مقاتل في جيش نظامي أو ميليشيا تميز نفسها بزي، وفي الحالتين بيبقى هذا الأسير عسكري، وصفه عسكري، وده هو الشخص الذي تحميه المعاهدات الدولية الخاصة بالأسر. بس ده طبعا في العالم المثالي، هناك في العالم اللي لسه القانون الدولي أو القانون الإنساني عايشين فيه. أظن إحنا كبرنا الحمد لله وتعلمنا إن مفيش حاجة اسمها قانون دولي ولا منظمات دولية ولا إنسانية من أصله، بس يعني أهي مصطلحات بنتعلمها على سبيل الفولكلور والترفيه. خلونا في موضوعنا. جاء الرد الإسرائيلي على هيئة متوقعة تماما، بالضبط زي ما كنا منتظرين، غارات جوية تستهدف كل شيء في طريقها دون تمييز لعسكري ولا مدني ولا مسكن ولا مستشفى، وضرب بالصواريخ الموجهة وقذائف المدفعية الذكية والغبية. ده كان المتوقع وحصل واستمر لأيام طويلة. اللي كان محتاج نقاشات بقى هو هل تقدم إسرائيل على اجتياح قطاع غزة بريا؟ احنا عارفين وإسرائيل عارفة والجنين في بطن أمه عارف إن الضربات الجوية الإسرائيلية لن تمس عناصر المقاومة وكل ضحاياها هيبقوا مدنيين.
وإنها علشان تواجه الفصائل الفلسطينية ما عندهاش حل غير boots on the ground، لازم اجتياح بري. العملية البرية تأخرت كثيرا جدا لأن ده قرار عسكري. الضربات الجوية دي بالنسبة للإسرائيليين عبارة عن طلعات تدريبية للطيارين، استهلاك وقود، استهلاك قطع غيار وذخيرة ستعوضها الولايات المتحدة والقوى الغربية فورا. الضربات الجوية الإسرائيلية خسائرها بالنسبة لإسرائيل صفر. إنما الاجتياح البري ده في مخاطرة بمزيد من الخسائر البشرية. في هذه المرة ستكون خسائر من قوات عسكرية، على الأرجح ستكون من قوات النخبة. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الساعات الأولى بعد الهجوم أعلن إنه إسرائيل في حالة حرب، وده معناه آليا استدعاء قوات احتياط وتحضيرها للقتال. لما تراجع الحالة السياسية الإسرائيلية من 2018 وحتى اليوم هتكتشف إنه الحرب دي جاءت لنتنياهو وكأنها زبدة على فطيرة، فرصة ذهبية، لأنه إسرائيل عايشة أزمة سياسية طاحنة تتراوح بين الانتخابات المبكرة وضرب التكتلات والائتلافات الحزبية إلى حد المشاكل القانونية التي وصلت إلى المحكمة العليا الإسرائيلية. صحيح أن الحرب سببت أزمة سياسية لنتنياهو، مأزق مش أزمة سياسية، بس في الحقيقة عملية 7 أكتوبر منحت نتنياهو وحكومته قبلة الحياة، تقريبا حلت 3/4 مشاكله. الحرب بطبيعتها بتعطل الخلافات السياسية وبتوحد الجبهة الداخلية على هدف قومي أسمى من السياسة، هو البقاء، وهو مواجهة العدو الخارجي. والناس بطبيعة الحال بتنظر للقيادة السياسية على أساس إن هي المسؤولة والمختصة بالتصرف في حالة الحرب، وبالتالي بيلتفوا حواليها وبيدعموها. دي كلها حاجات لم يكن يحلم بها نتنياهو قبل 7 أكتوبر. الأزمة السياسية اللي وقع فيها هذا الرجل نتيجة للحرب هي مسألة العملية البرية في قطاع غزة. هو من ناحية محتاج يبيع لجمهوره في الداخل والخارج إنه بيتعرض لخطر وجودي، ومحتاج يبيع للجمهورين برضو خرافة القوة التي لا تقهر والجيش النوعي القادر على حماية شعب إسرائيل وتحقيق التوازن الأمني في الشرق الأوسط وهذا النوع من الهراء. ومن هذه الناحية يبقى هو لازم يعمل عملية برية، أمال يبان قوي إزاي؟ ومن ناحية تانية ما هو عارف وفاهم إنه الأرض ميدان حرب مكلف أكثر بكثير من البحر والجو، وعملية برية في قطاع غزة معناها مواجهات عسكرية دور تو دور، حرب شوارع، وأضيق كمان من حرب الشوارع. يعني بالتأكيد الجيش الإسرائيلي هيسقط منه قتلة مهما كان الدعم الجوي اللي بيتلقاه ومهما كان الحذر والاحتياط. مقتل جندي إسرائيلي واحد في عمليات حربية يترجم في الداخل الإسرائيلي على إنه إصابة مباشرة لنظرية الأمن الإسرائيلية. تخيل إنك تبقى بتسوق في الدنيا كلها إن عندك أحسن قوات خاصة في العالم، وإنهم مسلحين بأفضل تسليح شخصي في العالم، ومدربين أعلى تدريب، وتجهيزاتهم وملابسهم بتحميهم ومكلفة قد كده. بمعنى آخر، تخيل إنك تبقى بتروج لإنك قوة نوعية ويجي عنصر من عناصر المقاومة لم يحصل على عشر التدريب ولا 1% من التسليح ويقتل الجندي النوعي بتاعك ده. ساعتها بقى أنت هتقنع العالم الغرب إزاي إنك بتدافع له عن الشرق الأوسط بجيش كله متفوق نوعيا فقط؟ حكومة نتنياهو فكرت في الأمر مطولا، وكان القرار هو شن عمليات برية في قطاع غزة، مش اجتياح وزحف وتطهير زي ما بيحصل في الحروب التقليدية، بس في الأول والآخر هناك جنود على الأرض. وشوف يا صديقي الجنرال العزيز، خدها قاعدة عامة، في اللحظة اللي بتقرر تنشر فيها قوات برية في ميدان المعركة بيبدأ جمهورك يعمل لك عد تنازلي. انت وقتها بتحط نفسك في جدول زمني، هتخلص امتى؟ ويا سلام بقى لو انت متفوق نوعيا بشكل ظاهر، يعني صارف ومكلف، هتخلص امتى واحنا مدينك كل هذه الامكانيات وانت مفهمنا انك اقوى حد في الدنيا، هتخلص امتى؟
صدقوني الحق أقول لكم، نتنياهو لا يعرف موعد الانتهاء من هذه العملية. إحنا وهو ما عندناش تصور ولا تقدير للوقت اللازم لتصفية جماعات المقاومة الفلسطينية، بس اللي نعرفه ويعرفه نتنياهو إن طول الوقت ينفعه ويضره في نفس الوقت. ينفعه إنه في حالة حرب وهيستمر في الحكم، لأن مفيش شعب في العالم بيغير حكوماته في وسط الحرب، ويضره في إن رصيده بيتآكل خلال المعركة لحظة بلحظة حتى لو انتصر فيها في النهاية. الضربات الجوية الإسرائيلية في مطلع الحرب كان هدفها انتقامي بحت، وسياسيا هدفها هو إرضاء الجمهور الإسرائيلي بعدد كافي من الضحايا الفلسطينيين. أهو يا جماعة قتلولنا 1200 وقتلنا لهم 20,000. إنما العمليات البرية هدفها أكبر بكتير من مجرد الانتقام. الهدف المعلن والمتوقع برضو هو القضاء نهائيا وللأبد على كل أشكال المقاومة المسلحة في قطاع غزة، وده بيتطلب بالضرورة عمليات تصفية ونزع سلاح وتدمير، وبيتطلب بالضرورة إسقاط حكم حركة حماس في قطاع غزة. خلاص زمن التفاهمات انتهى، ونتنياهو حط هدف سياسي كبير هو القضاء الكامل على المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وفي الضفة الغربية كمان عسكريا وسياسيا. طيب سؤال، هو يقدر يعمل كده؟ الإجابة أيوة طبعا يقدر. لو ده هدفه فعلا فهو يملك من قوة النار ما يكفي لتحقيقه، ولكن الفيصل هنا مش في قدرته، الفيصل هو هيقدر أيوة بس خلال قد إيه. هسألك السؤال بشكل آخر بس علشان ما تتخيلش إني مستضعف المقاومة الفلسطينية أو ببالغ في قوة العدو. هل تملك إسرائيل ما يكفي من القوة العسكرية لإبادة كل سكان القطاع سواء كانوا مسلحين أو غير مسلحين؟ أنت عارف إن الإجابة نعم تقدر، وإنت عارف كمان إن مفيش مجتمع دولي هيوقفها ولا هيراجعها، وإن القوى الغربية هتدعمها بالسلاح اللازم لإتمام هذه المهمة القذرة، وإنت عارف إن الدول العربية اللي بتناديها للتدخل دي لا هتتدخل ولا هتتحرك. يبقى لما أقولك إنه إسرائيل تستطيع القضاء على المقاومة الفلسطينية المسلحة ده كلام منطقي تماما. برضو يبقى السؤال المهم، هتقدر خلال قد إيه؟ والسؤال الأهم، مقابل خسائر قد إيه؟ ماشي هتقضي على المقاومة، بس هتخسر قد إيه؟ بص يا عم نتنياهو ما تتعبش نفسك، أنا هجاوبك. تحت الحصار والتجويع وبكل ما أوتيت من القوة العسكرية أنت محتاج من 2 إلى 5 سنوات حسب كفاءتك، وتعمل حسابك برضو في عدد ما بين 6 و10,000 قتيل من جنودك، والخسائر اللي هيتكبدها اقتصادك الهش بقى أنت ونصيبك، اتعب نفسك وحسبها أنت. أما مسألة الضغط على حماس بقتل أعداد مبالغ فيها من المدنيين الفلسطينيين، كلنا شفنا أنها لا تؤثر في حماس إطلاقا، لا هتسلم ولا هتتنازل عن السلطة. ومسألة إزاحة الكتلة السكانية لقطاع غزة جنوبا لتهديد مصر بقنبلة أمنية وسياسية واستراتيجية وسكانية على أرضها، برضو مصر بتتعامل مع الموضوع على أنه خط أحمر ومش هيحصل، وهو خط أحمر لا يمكن إسرائيل تتجاوزه، وإلا هتبقى بتضحي باتفاقية السلام مع مصر اللي هي ركيزة أمنها الوحيدة في المنطقة أصلا. طبعا هتضغط على الشعب الفلسطيني علشان تدفعه للتخلص من عناصر المقاومة والإطاحة بحكم حماس، وطبعا هتضغط على مصر وعلى الأردن، بس هناك سقف لهذا الضغط. مفيش أمام إسرائيل غير حلين. الحل الأول هو إنها تكمل عمليتها العسكرية في القطاع حتى النهاية مهما كانت تكاليفها السياسية والبشرية والاقتصادية، وده أمر أنا بقولك مستحيل، لأن المقاومة لن تستسلم وهتزداد إبداعا في المواجهة، وهتتلقى دعم من جهات خارجية لها مصالح في المنطقة زي إيران مثلا. معرفش تابعتوا الأخبار ولا لأ، بس طهران أعلنت على لسان قيادة في الحرس الثوري الإيراني إنها هي اللي مخططة هجوم 7 أكتوبر كله. حماس نفت هذا الكلام جملة وتفصيلا، بس الدنيا كلها عارفة
إنه حماس بتتلقى دعم من إيران. خدها مني برضو حكمة من الشيبة والهيبة دي، إنه حروب المدن محدش بينتصر فيها انتصار حاسم أبداً. طول ما في بندقية واحدة ليها صوت يبقى الحرب مستمرة، ودي حاجة ممكن تكمل للأبد. حضراتكم بتتفرجوا على القناة دي بقالكوا سنين، وشفتوا مدن محاصرة لشهور وأحياناً لسنوات واستمرت في المقاومة. وفي معارك الحصار بيبقى الطرف المحاصر هو اللي منتصر طول ما هو واقف على رجليه ولم يستسلم. أنا ما يهمنيش أنا فيديوهات المسافة صفر ولا المركبات المدمرة ولا الجنود القتلى، أنا عندي معيار واحد لتحديد النتيجة العسكرية: هل استسلم القطاع وسكتت كل البنادق فيه؟ الإجابة لا، يبقى العدو لم يحقق أهدافه وحتى اللحظة ما زال مهزوما. انتوا فاكرين السوفييت عملوا ايه في ستالينجراد علشان يحافظوا على صمودها؟ رموا فيها اكتر من 500,000 قتيل، واكتر منهم مصابين ومفقودين ومرضى. هتلر دمر المدينة بالكامل، سوى كل مبانيها بالارض، وهو كمان رمى فيها 500,000 قتيل، بس في النهاية لم ينتصر. ليه؟ لانه ستالينجراد لم تستسلم. الحل التاني امام اسرائيل هو إنها تواصل العمليات لحد ما تصحى الصبح في يوم تعلن من طرف واحد إنها حققت أهدافها الأمنية كاملة وتنسحب، وده الحل الأرجح والأقرب، وكل ما يحصل مبكرا كل ما هيوفر عليها خسائر. وطبعا المفاوضات مستمرة بين الطرفين لتحقيق حل أسرع. في كل الأحوال مفيش حد في الدنيا عايز حرب تطول، بس في خسائر لازم تحصل. الخسارة المحسومة والمؤكدة لو انسحبت إسرائيل دون القضاء الكامل على المقاومة الفلسطينية هي خسارة نتنياهو لمستقبله السياسي، مش بس لهذه الجولة في الحكم، لا، مستقبله السياسي كله. في اللحظة التي يكتب فيها نتنياهو قرار الانسحاب لازم يبقى بيبدأ في كتابة مذكراته والتحضير لتقاعده. الحلقة دي يفترض إنها غطت جزء من الصراع، وباقي أجزاء أخرى تغطيها حلقات أخرى إن شاء الله تأتيكم تباعا. أما عن هذه الحلقة فأنا عملتها بناء على طلب عدد كبير من حضراتكم، وأتمنى إنها توصل لعدد أكبر من المشاهدين، وده دوركم، اللايك والشير والتعليقات. اكتب لي في التعليق عبارة المسافة صفر علشان الحلقة توصل للناس اللي بتدور على حقيقة الحرب في غزة، وما تبقاش المعرفة محصورة فينا في زمن نصف الحرب فيه تحسمه المعرفة. اللي يحب يدعم إنتاج مثل هذا المحتوى ممكن يستخدم خاصية الشكر أو ثانكس، وممكن يتفضل بالانتساب لعضوية القناة ويبقى واحد من رعاتها، اللي بشكرهم وبشكركم جميعا، وشوفكم الحلقة الجاية.